السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة هواة ريحانة. كما نقدم لكم حرشة سائلة في المقلاة، كتجي لذيذة بزاف، سهلة وسريعة التحضير. كما كتشاهدوا معايا شكلها في الصور، هي من الحجم الصغير، يمكن لكم تحضروها بحجم كبير. كيف ديما ما تنساوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء، كذلك الانضمام للقناة. بسم الله على بركة الله. المكونات عندنا نصف ملعقة صغيرة من خميرة الخبز الجافة أو الطرية حسب المتوفر، 7 غرام من خميرة الحلويات، ملعقتان كبيرتان من سكر سنيدة، 3 ملاعق كبيرة من زيت المائدة زيت نباتي، علبة ديال ياغورت طبيعي وزن 110 غرام، بيضة واحدة. عندنا 200 غرام من السميدة الرقيقة الخاصة بالبغرير والبسبوسة، مع قشرة ديال ليمونة حامضة ورشة من الملح. هذه هي المكونات. غادي نضيفوا الحليب، غادي تشاهدوا معايا الطريقة بالتفصيل. كنضيفوا البيضة وباقي المكونات. علبة ديال الياغورت الطبيعي هي اللي غادي نعبروا بها الحليب. كنضيفوا هاد المكونات الاولى مع بعضها. يمكن لكم تضيفوا الحليب السائل او الماء، لكم الاختيار. بجوج بهم كتجي رائعه جدا، صدقوني كتجي هائله. كنضيفوا خميره الحلويات وخميره الخبز. كما لاحظتوا معايا نصف ملعقه صغيره من خميره الخبز، والسكر يمكن لكم تنقصوا او تزيدوا، وزيت المائده. كنخلطوا بواسطه طراب يدوي. طريقه سهله وبسيطه، ما كيحتاجش اننا نخليو هاد الخليط يخمر نهائيا. بمجرد ما كنخلطوها كنخدموها مباشره. كنخلطوا المكونات الاولى، كنخلط جيدا. مقادير بسيطه بزاف. غادي نوضع لكم القياس بكاس العنبه في صندوق الوصف. كنخلطوا هنا، غادي نعبروا علبه ديال الياغورت طبيعي من الحليب السائل، ما كيكونش دافي، يعني حليب ما يحتاجش اننا ندفيه نهائيا. وكنخلطوا كلشي مزيان. غير نصيحه، الوقت اللي غادي تبداو طيبوا فيها في حاله غادي تستعملوها بشكل فردي كما استعملت انا، كتضيفوا مره شويه ديال الحليب سائل للخليط، لانه بسرعه كيتماسك لينا وكيزيد كيتقال. الا كنتوا غادي تستعملوها بشكل يعني في مقلاه كلها بحجم اللي كيكون كبير، لما كيحتاج انكم تضيفوا الحليب. هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه. انا غادي ناخذ مقلاه صغيره، غادي ندهنها في الوسط بالقليل من الزبده. انا غادي نستعمل هاد السيركل دائره، حتى هي كندهنوها بالزبده والخليط ديالنا ها هو واجد. كنوضعوا المقلاه فوق نار، كناكد نار هادئه جدا. كما كتلاحظوا معايا الدائره مدهونه بالزبده، وكذلك وسط الدائره دهنته بشويه زبده. كنفرغوا الخليط ديالنا غير كميه قليله، لانها كتنفخ فيها الخميره ديال الحلوى وخميره ديال الخبز. هنا كما كتلاحظوا معايا كنحاول انني نوضح كل شيء. هنا ما حيدتش هذاك السيركل باش نتفاداو انها تسيح لنا في المقلاه. ضروري حتى تاكدوا انها يعني كتديوها وكتجيبوها ما كتبقاش سائله من الوسط، كتقلبوها بالسيركل ديالها وكنحيدوه، راه كتبقى لينا مقاده. كنقلبوها الجهه الاخرى، كتحمر لينا من الجهتين. بالنسبه للزبده كندهنوها في الاول فقط، كندهنوا المقلاه. كتجي خفيفه بزاف، كتجي رائعه بمذاق قشره ديال الحامض. دائما كندهنوا المقلاه بالقليل من الزبده، كذلك الدائره. كما كتلاحظوا معايا السائل كنحاولوا نهبطوه شويه بواسطه هذاك السائل ولا بواسطه ملعقه. هنايا خليتو تماسك ليا مزيان وحيدت السيركل، يعني عطيتكم جوج ديال الطرق. نخليوه كيتماسك لينا اكثر ونقلبوها للجهه الاخرى، كتكون تحمرات بطبيعه الحال. شويه الاضاءه انا حضرتها في المساء، كان المكان مظلم. نحاول نبين لكم الصوره تكون قريبه اكثر، نبينها لكم في الاناره تكون واضحه. لاحظوا معايا كتجي اللون ديالها ذهبي وهائله وخفيفه وطيبه من الجهتين. هذه هي الكمية اللي حصلت عليها. كنقدموها بصحة وراحة مرافقة بالعسل او المربى او الجبن، لكم الاختيار. بالنسبة للكمية اللي بقات لي شوية قليلة، يعني وضعتها بدون سيركل بدون دائرة. كما كتلاحظوا يمكن لكم
طيبها بدون دائرة، أنا فقط فضلت أن نستعملها في الدائرة يعني كتغيير فقط. لاحظوا كتجي خفيفة وهشيجة بزاف، والمذاق ديالها رائع. هذه مازال سخونة يعني بدون دائرة، كنأكد بالنسبة للسيركل ماشي ضروري أنكم تستعملوه، وكنقدموها بالصحة والراحة لأفراد الأسرة ديالنا مرافقة كما ذكرت لكم، إما بالعسل أو الجبن أو المربى كيبقى، او نتناولوها غير هكاك يعني هي كافية، راها حلوة. ومذاق القشرة ديال الحامض، اللي ما كتبغيش الحامض ممكن تستعمل كيس ديال سكر فانيلا، وصدقوني راه كتجي ممتازة. الياغورت كيخليها كتجي خفيفة بزاف كما ذكرت لكم. يمكن لكم تستعملوها بشكل اللي كيكون كبير، هذاك الخليط اللي حصلنا عليه كنفرغوه في مقلات، قبل ما نفرغه في مقلات نفس الشيء كندهنوا المقلات كلها بالزيت او الزبده، لكم الاختيار. انا كنفضل ندير الزبده، كندهنوا المقلات كلها بالزبده وكنفرغوا الكميه كلها اللي عندنا. كما شاهدتوا معايا كميه راها قليله، مقلات تكون متوسطه الحجم، نخليوها حتى كتماسك لينا، نقلبوها بواسطه الصحن، نقلبوها في نفس المقلات حتى كتحمر من الجهتين. يعني لما بغيتوش تحضروها بهاد الشكل اللي كيكون فردي، وصدقوني كتجي ممتازة، مش حاجة بسيطة ولذيذة في نفس الوقت. نتناولها رفقة الأهل والأحباب، وما تنسوش دائما المشاركة ديالكم الفيديو، يعني تبعتوه الأصدقاء ديالكم، وكذلك الانضمام للقناة، وكذلك التعليقات ديالكم. وشكرا للمتابعة، ونتلقاو في وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.